هنا محطة الوقود رقم 241 التابعة لشركة الشرارة في بلدة شميخ 40 كيلومترا عن مدينة بن وليد، تصلها أولى شاحنات الوقود بعد طول انقطاع دام لستة أشهر وكان قد تم إيقافها بقرار من النائب العام. أولا نتقدم بالشكر للأخوة في مكتب النائب العام. تعرف أن المحطة كانت واقفة لها ما يقارب عن ستة أشهر وتم بعون الله وحمده الإفراج على هذه المحطة، وكما نشكر السيد عميد بلدية بن وليد وجميع أعضاء لجنة متابعة الوقود والغاز بالبلدية. وصول الوقود أخيرا تم بعد تكاتف الجهود من قبل عميد بلدية بن وليد ولجنة متابعة الوقود وأهالي شميخ للوقوف مع هذه المحطة التي يصفونها بالنزيهة، والقصد العدالة في توزيع الحصص من الحاجة للوقود. فبعد التحقيق والتبين تم إلغاء القرار من قبل النائب العام والسماح للمحطة بمزاولة نشاطها. وبما أن المنطقة جاية، هذه المحطة جاية في الطرف الجنوبي أو الجهة الجنوبية من بلدية بن وليد، تغطي مناطق شميخ وتنيناء والإضافة إلى مناطق نسمة ومزدة وإلى عند شميرة إلى جزء من بن وليد، فخدماتها طبعا متوفرة دائما كل ما توفر الوقود. الجدير بالذكر أن أهالي بلدة شميخ نظموا في شهر فبراير الماضي وقفة احتجاجية ضد قرار النائب العام بشأن إيقاف المحطة عن العمل وتحويل المسؤول عليها إلى التحقيق.